شي راه مزيانة. تحية مجددة وتحية لكل متابعين قناة شوف تي في مباشرة من سيدي بنور في الحصيلة اليومية لفيروس كورونا. تحية مجددة وعيد مبارك سعيد، الله يدخل علينا بالصحة والعافية إن شاء الله والرزق، والله يبعد علينا هذا الوباء هذا. للأسف خلال 24 ساعة الماضية إصابة واحدة بهذا الوباء هذا، الله يحد الباس. كما كتشوف أن في الأيام الأخيرة هناك ارتفاع في الحالات، وهذا من خلال قربة العيد الأضحى. بالنسبة لحصيلة اليوم اللي كتعرف ارتفاع مهول كذلك اللي وصل 2144 حالة مؤكدة و 16 ديال الوفيات بالنسبة للمتعافين و 848 على صعيد جهة الدار البيضاء ستاتس، هي اللي عرفت أكبر حصيلة اللي هي 779 حالة بجهة الدار البيضاء ستاتس، منها 779 حالة بمدينة بجهة الدار البيضاء ستات، يعني الدار البيضاء 640 حالة جديدة 43، واصل 42، محمدية 14، برشيد 12، مديونة 12، ستات 10، سليمان 5 وحالة وفاة، سيدي بنور حالة واحدة. هذا بالنسبة للتقسيم عبر الجهات بالنسبة لجهات الدار البيضاء ستات، كما قلنا أن للأسف تسجيل حالة واحدة بسبب النور وارتفاع في الحالات. ختي ماشي كتمشي شوف الطريق، راني في جنب الطريق، راه غير التليفون اللي بعيد عليا. اختي حنان مرحبا. اختي سوسو مرحبا مرحبا. غير بالنسبه للاخوان اللي ما قريش الميساجات في الاول، انا غادي نشوفوا اننا نحاولوا ان نشوفوا الميساجات. عبد الحق عليكم السلام. سوسو شكون عطاك هاد الليستا؟ اختي هاد لا ليست ديال وزاره الصحه، حنا ما كنديروش شي حاجه وصلنا، اما انها ديال وزاره الصحه. تحيه لخويا عبد الحق الريفي، تحيه لكل المتابعين ديالنا عبر قناه شوف تي في في هذا النقل المباشر لتنقل لكم كذلك اعطاء حصيله اليوم من فيروس كورونا. والله يهلا فينا وحنا مقبلين على هذا الشهر المبارك السعيد، وكنتمنى من الاخوان. وبالنسبه غير الاخت انا راه ماشي واش الشانطي، مي انا تليفون في كيلارجي وستابيليزاتور هي اللي كتخدم، وبعيد انا راه في جنب الشانطي. هذه تحيه وقت حنا كنعطيو المثال ماشي مشكل. دائما تحيه للمتابعين ديالنا، وكما قلنا كنتمنوا اننا نلتزموا بالاجراءات الاحترازيه، لان راه ولو التلقيح راه ولو التلقيح راه ضروري الاحتياطات، راه ماشي يعني ان راك درتي التلقيح راك محمي 100%. يعني البنات والباس وعليكم السلام. هذه رساله لجميع المغاربه ولجميع الاخوان اللي كيتابعونا في هذا البث المباشر عبر قناه شوف تي في قناه الشاب، اللي سنقول لكم من قلب مدينه سيدي بنور، وكنعطيكم حصيله اليوم. كما كنقولوا الله يرزق السلامه، حنا ما بغيناش الحالات ترتفع، حنا بغينا ان شاء الله تبقى الحاله مستقره وترجع للايام العاديه، لان شفنا واحد
واحد وقت السخفاره ما غادي في الطريق وكاين شويه البرد وباش ننقلوا معاكم هادشي رحنا سخفين اختي كما كتشوفوا هادي الحديقه العموميه مع الكاف اليوم الجو يعني كاين الصهد هذه هي الحديقة العمومية حديقة الزرقوني وكما قلنا كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى هذه مدينة سيدي بن نور